او حربي صح خطف ازهار اخت طايع يبقى تعدى على حريمنا كلنا. طبعا صح يا حاج. يا اهل البلد يا كبراتها ويا عيانها، احنا غلطنا لما فوتنا الحرب جت لحرمه قدام الناس. من ميت الصعيد بيدخل الحريم في الدم، ده لا عرفنا ولا اللي اتربينا عليه. العيب والحج علينا وعلى الصعيد كله، وعشان سكتنا له رجع وعملها تاني وخطف اختي. ولو اللي حصل عدى المره دي كمان، يبقى اي واحد فيكم عليه طار هيتاخد من حريمه. ما ينفعش يا طار، يرضيكم الرصاص يخرب عبايات حريمكم؟ يرضيكم؟